السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم واحد جوج افكار كيخصوا الزربيه. هنا عندي هذه الزربيه اللي غتكون عند بزاف ديال الناس واللي غيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل، اللي هو انها كتشد الاوساخ او لا التفرتيت ديال الخبز، خصوصا الا كانت في غرفه الجلوس راها كتمحن بزاف بزاف وصعيب التنظيف ديالها. فانا غالبا كنستعمل ليها الشطابه العاديه، انا ماشي كاع الناس صراحه عندهم لاسبيراتور او المكنسه الكهربائيه، وكنستعملوا كلنا غير الشطابه العاديه اللي يعني كتخرج الازبال من هاد الزربيه هذه. ولكن مع ذلك فالزربيه كتبقى عامره. عندي لكم الطريقه، وهي كناخذوا الزربيه ديالنا ونقلبوها يعني في نفس المكان اللي هي مفرشه فيه، وكناخذوا غطاء ديال الطنجره او غطاء ديال مقلاة اللي يكون بحال هكا. كناخذو كنبدا كنضرب هذيك الزربيه اللي مقلوبه، كنبدا كندير ليها هكذا ضربات اللي هما خفافين، كنحاول ندوز عليها كامله بنفس الطريقه ضريبات هكذايا، يعني نحاول ما نخلي حتى شي جهه. فهذه الطريقه هذه راها غادي تغنيكم على المكنسه الكهربائيه. كما كتشوفوا فكينزلوا الاوساخ اللي كانت عالقه بالداخل، اللي ما كانش ممكن انها تزول غير بالشطابه العاديه كما شفتوا. يعني الى بان لكم الزربيه ديالكم مازال فيها اوساخ، ما عليكم الا تعاودوا العمليه مره ثانيه، وكتلاحظوا ان الاوساخ والغبار والاتربه كلها كتنزل يعني في زليج هانتوما كتشوفوا، وكتشطبوها. الا شفتو شي نميلات تما ف راه حطيت لكم واحد الفيديو بالامس على طريقه كيفاش تخلص منه، لان هذا الفيديو هذا راه صورته قبل من الفيديو ديال التخلص من النمل. اما دابا الحمد لله ما بقاش عندي نهائيا كيدور في الدار. الزربيه ديالي ها هي تنقات، ما بقاش فيها نهائيا الاتربه وحتى شي حاجه عالقه في الداخل ديالها، تنقات تماما، يعني كانني دوزت عليها لاسبيراتور او المكنسه الكهربائيه. كما كتشوفوا يعني اصبحت نظيفه تماما. تكونوا نظفتوا الزربيه ديالكم باقل مجهود بدون مكنسه كهربائيه. ودابا ندوزو ان شاء الله لفكره اخرى. باي باي اولاد. الشطابه ديال الزربيه كتشطبوا بها وكتبدا هي كتطلق داكشي اللي جمعات، كتعاود تطلقوا لكم الزربيه. فالحيله سهله وتقدروا تكونوا شفتوها، هي ديال الاسفنجه. ما عليكم الا كتاخذوا اسفنجه. انا عندي هذه شويه عريضه، غادي نحاول نقصها، نقطعها على النص الشكل هذا. غادي نحتاجوا غير لواحد الجزء اللي غادي نوضعوه في هذا المكان فوق هذا الشيتات هادو، وغادي نرشو بالمنظف ديالنا اللي كنت شاركته معكم سابقا. غنرش اسفنجه مزيان. هاد البخاخ هذا راه فيه الخل مع قشور ديال الليمون، واحد الريحه كتكون فيه زوينه زوينه بزاف، باش ما كيبقاش لي عندك الريحه ديال الخل اللي كتكون شويه خايبه. صافي بهذه الطريقه هذه، فملي كتستعملوا الكركاره ديالكم او لا باي باي، ما كتبقاش تطلق لكم داك الزغاب وداك الشيء فوق الزربيه. وحاجه اخرى، وهي كتولي كتشطب مزيان لان هادو كيتزيروا. ثاني حاجه كتعطروا الزربيه ديالكم بالريحه ديال الليمون. ملي كدوزوا على الزربيه ديالكم فهي كتشطب صراحه مزيان، وما كيبقاش كيرجع لكم هذاك الازبال، كيعاودوا يرجعوا يطيحوا لكم هنايا لانهم كتحبسهم البونجا. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال القناه في صندوق الوصف وفي اول تعليق. سيروا انضموا ليا، مرحبا بكم، ونتمنى تبارطاجيوها كذلك باش ان شاء الله تطلع. وبسلام عليكم، خليتكم على خير.